السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. Reading before reading with the partner. Write down what you know about الحجر. The stones of العلا. يعني حيكون الموضوع عن الأحجار في العلا. راح يكون موضوع الإيميل هذا كتبه عادل لصديقه قاسم في خلال رحلته المدرسية إلى العلا. وهي نتعرف أيضا على هنا for your information عن لحيان was an ancient civilization in northwestern Arabia that existed about 2500 years ago. يعني حضارة لحيان في شمال غرب يعني تتحدث عنها انها كانت متواجدة 2500 سنة قبل. وايضا راح نتعرف انه after reading بعض ما نقرأ هذا النص نتعرف انه إن عادل more the things that عادل is going to do in علا. ماذا سيفعل عادل في العلا؟ مثلا راح يكون هنا see amazing sceneries. راح يشوف المناظر الخلابة. visit tombs. راح يزور المقابر. go to a museum. سيذهب للمتحف. وأيضا هنا يعني with a partner write down what do you know about هجر. يعني اكتب مع زميلك تحدث عن الهجر وما ماذا تعرف عنها. فمثلا هنا تقول انه موقع اثري رائع او هناك مباني ومقابر رائعة منحوتة في الصخر. فمثلا هنا تكتبها باللغة الانجليزية it is a magnificent archaeological site. تمام. there are wonderful buildings and tombs carved out in the rock. تمام. يعني هذا تكتبه and what you know about الهجر. هذا تكتبها أمام الهجر. طيب راح ندرس الآن the stones of العلا. قبل أن نتطرق إلى الفهم النص أو الإيميل راح نتعلم أيضا الكلمات الصعبة. مثلا هنا رحلة الباص bus journey. رحلة المدرسة معناتها bus journey. join us يعني ينضم إلينا. trip معناتها رحلة. sites معناتها موقع. town معناتها بلدة. a guide معناتها مرشد سياحي. متحف معناتها museum. واحة معناتها oasis. مكان مهجور abandoned تاريخي archaeological. يقع lies صخر rock تشكيلة صخرية formation. تمام. منطقة area سكنت settled منحوتات عليه carved معالم monuments. جاف dry مناخ climate حالة state آثار محفوظة preservation included تشمل earth heritage أهمية importance. تمام. هذه بعض الكلمات راح ندرسها في هذا النص. فمثلا هنا subject الموضوع الإيميل اللي كتبه عادل لقاسم كتب عن رحلة مدرسية school trip to العلا. أوكي. فمثلا I am writing hi قاسم. أهلا قاسم. I am writing this email from our hotel in العلا. We arrived this evening after a long bus journey from Medayen. It's really too bad you couldn't join us on our school trip. We are going to learn so much about هنا مدينة. I am writing this email from our hotel in العلا. We arrived this evening after a long bus journey from Medina. It's really too bad you couldn't join us on our school trip. We are going to learn so much about the historical sites that we can't learn in books. يعني اكتب هذا البريد الالكتروني من فندق العلا. وصلنا هذا المساء بعد رحلة طويلة بالحافلة من المدينة. من المؤسف جدا انك لم تنضم معنا. we are going to learn سوف نتعلم الكثير عن المواقع التاريخية التي لا يمكننا تعلمها في الكتب. it's quite busy here in town بمعنى it's quite busy here in town إنه مزدحم للغاية هنا في المدينة. with tourists from all over the world who have
come to visit مدائن الصالح، يعني إن إنه مزدحم للغاية هنا في المدينة مع السياح من جميع أنحاء العالم الذين جاءوا لزيارة مدائن الصالح. طيب هنا يقول لك tomorrow a guide is going to show us around the site، يعني السياح المرشد السياحي سوف يأخذنا الجولة حول المدينة أو حول الموقع. We are also going to visit the museum، وأيضا سوف نزور المتحف. العلا أواسس يعني واحة العلا. And the old abandoned cities، وأيضا المدينة القديمة المهجورة. The archaeological site lies about 20 kilometers north of the town. It's also known Al-Hijr because of the spectacular rock formation in the area. يعني ما راح يكون أيضا سنقوم أيضا بزيارة المتحف والواحة العلا ومدينة القديمة المهجورة. الموقع الأثري يقع على بعد 20 كيلومتر شمال المدينة، وأيضا كما تعلمون as you know the site was settled by Nabataeans in the first century. يعني كما تعلمون استقر الموقع من قبل النبطية في القرن الأول. There are over 100 rocks carved monuments that are spread over an area of 13.4 kilometers. يعني هناك أكثر من 100 من المعالم الصخرية التي تنتشر على مساحة 13.4 كيلومتر، ويرجع تاريخها. And due to the dry climate they are in an excellent state or of preservation. The site was included in UNESCO World Heritage list in 2008 because of its cultural and architectural importance. طيب هنا عندنا استقر الموقع من قبل النبطية في القرن الأول. هناك أكثر من 100 من المعالم الصخرية التي تنتشر على مساحة 13.4 كيلومتر، ويرجع ذلك إلى المناخ الجاف فهي في حالة من الحفظ الممتاز. أدرج الموقع في قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2008 بسبب أهميته الثقافية والمعمارية. طيب the desert around the oasis is covered by natural rock formation، يعني الصحراء حول الواحة تغطيها التكوينات الصخرية الطبيعية. Hundreds of curious shapes were carved by the wind in the soft sandstone. يعني نتحت مئات الأشكال الغريبة من الرياح في الحجر الرملي الناعم. One of which resembles a giant elephant. وواحدا منها يشبه الفيل العملاق. The old city of Al-Dera is going to be of the stone were taken from ruins of Lihyanati settlement and still carry the ancient inscription. There is also a unique sundial that the inhabitants used to determine the start of Ramadan. Don't worry, I'll take lots of amazing pictures to you. Best wishes, عادل. يعني يقول إن الصحراء حول الواحة تغطيه التكوينات الصخرية الطبيعية. نتحت مئات الأشكال الغريبة من الرياح في الحجر الرملي الناعم، وهو واحدا منها يشبه فيل العملاق. مدينة الدير القديمة ستكون مثيرة للاهتمام للغاية. لديها أكثر من 500 منزل من القرن الثالث عشر من أسس الحجر والجدران الطوب الطيني. تم أخذ بعض الحجارة من الإنقاض الليهياتاني، يعني اللحيان من حضارة اللحيان قصدهم يعني. وكما توجد هناك وما زالت هناك تحمل النقوش القديمة. وهناك أيضا توجد الساعة الشمسية فريدة من نوعها. إن السكان اعتادوا على تحديد بداية رمضان، فلذا لا تقلق، سأخذ الكثير من الصور المذهلة لتظهر لك.
تمام. فهذا هو خلاصتنا في الإيميل، إن شاء الله عجبكم الدرس، وإذا عجبكم أعطوني لايك واشتركوا معي، ومع السلامة.